هسيبك انت تقولي اخر حاجه نفسك تقوليها، يعني نفسك تقوليها اي حاجه نفسك حاسه ان لا ده لازم نتكلم فيه دلوقتي قوليه. طيب اكتر حاجه بحب اقولها قوي للناس اللي هو اول ما بسمع كلمه مبروك المدام حامل، نعمل ايه؟ شكلك مش متوتره خالص، مش لا عارفه مش ليه. مدربه يعني، هعمل ايه؟ شفتوا بقى، حضرتك بعد الاختبار مفيش توتر خالص كده، اكدت. كملي. اول حاجه فكره زي ما ببدا اجهز بقى، باخد فيتامينات واخد ادويه واتابع مع الدكتور والكلام ده على الجانب الصحي، خليه برضو الاب والام يقعدوا مع بعض. مبدئيا واحنا بنختار شريك الحياه لازم يكون بينا توافق فكري، دي ما فيش فيها فصال، والتوافق الفكري ده ان احنا مش لازم نبقى زي بعض، احنا حتى لو مختلفين فاحنا قادرين نتفهم الاختلاف ده. طيب فيما يخص التربيه الاختلاف ده ما ينفعش يظهر، هو ده فيه اختلافات فظيعة ما هو للاسف، وصعب تتعرف قبلها. ما هو لو احنا بقى بنقعد وبنتكلم وبنروح للمتخصصين وبنتابع وحاطين يعني مش بنتجنب الموضوع، ما احنا مشكلتنا ان احنا بنعمل ايه دايما، هو سيستم ماشي في البلد على كل القطاعات كده، انت بتهمل الحاجة لحد ما تحصل المشكلة فتبدأ. ما صعب ازاي قبلها، يعني حد مثلا بعد ما يخلف يكتشف نفسه انه بيهتم بزيادة جدا بالاطفال وعلى طول يلوم غيره ان هو ما بيهتمش، والتاني ما بيهتمش كده زيه عشان طبيعته كده، فيحصل على طول مشكلة ما بين الاتنين، طيب دي يعرفها خليني ازاي قبل الجواز؟ بصي هقول لك حاجتين. اول حاجه مثلا حضرتك اول ما بداتي كاعلاميه اهلتي نفسك مثلا كورسز او اي حاجه، بس وانت شغاله حلقه مع حلقه مش بتاخدي اكسبيرينس اكتر، مش بتقعي في اخطاء بتصلحيها المره أكيد اللي طبعا. بعدها. التربيه نفس الكلام، اي حاجه في الحياه احنا بنعملها بنبدا واحنا ماشيين مع بعض، طول ما انا بلاحظ وبقيم وبصلح اللي انا بقيم اللي انا بلاحظه ده اول باول، خلاص انت ضمنت خلاص كده. دي حاجه. تاني حاجه احنا نقعد مع بعض قاعده كده صغيره هنعمل فيها حاجه اسمها الخطه التربويه. انا لو هفتح شركه دلوقتي واقعد مع الشريك بتاعي او مع الموظفين بتوعي، مش احنا بنحط بلان ونحط اسس كده انا هعملها؟ حط الخطه بتاعتك، هتركز على خمس جوانب مهمه قوي للطفل. الجانب العقلي، طفلك ده عنده جزء كده لازم يفهم ويركز ويسال، وانت هتجاوب على الاسئله والحاجات دي. هتحط جانب نفسي، المشاعر والاحتياجات بتاعته النفسيه. تحط جانب اجتماعي، لازم يبقى عنده اجتماعيات ولازم يخرج ولازم يشوف الناس ولازم يشترك في انشطه مختلفه. هتحط جانب جسمي، ازاي يهتم بجسمه بنظافه جسمه. بركز قوي مع الحته دي برضو الجزء بتاع التربيه الجنسيه عشان الهويه الجنسيه، ونعرف ازاي نتعامل مع الولد والبنت وما نشوفش بقى المشاكل لان بتبتدي من الحضانه من قبل بجد، الحضانه، من سنه ونص يا سيدي. بتبتدي يا انا نهار بنصح ابيض. الناس من سن سنه ونص نبدا نركز قوي في موضوع التربيه الجنسيه والهويه الجنسيه ده والخصوصيه الجنسيه. ده عايز حلقه لوحده عشان الواحد يقدر يفهم ويفهم، دي صعبه جدا وبالذات مع الاطفال، وهي مهمه جدا جدا، اولا عشان ما يتعرضوش لحاجه، بالظبط. وثانيا عشان هم تلقائيا اطفال من صغرهم ممكن يهبلوا ويعملوا حاجات غلط بدون ما فاهمين، فلازم يفهموا وازاي اتعامل بقى لما اشوف حاجه غلط كده، بلاش بالظبط. نأفور وخلينا نهدى ونفكر هنحل ايه. اخر جانب بقى كان الجانب الديني او الروحاني او الايماني عند الطفل، ان انا برضو بفوكس على الحته دي. خمس جوانب اهم، اقعد مع يعني الزوجين يقعدوا مع بعض يحطوا البلان بتاعتهم على الجوانب دي، وحط كل جانب اكتب فيه يعني سلوكيات بقى تقدر تلاحظها، زي كلمه الصدق، زي كلمه الامانه. هعلمه ازاي الصدق، هعلمه ازاي الامانه، هعلمه اجتماعيات، هشترك له في ايه، الجزء البدني او الرياضي مثلا، ايه الاكل اللي هاكله له من هو صغير عشان اعوده عليه رياضه معينه، ايه الحاجات دي. عارفه احنا لو حددنا الحاجات دي هتبدا من احنا اهو من قبل ما البيبي يجي اصلا لقينا الاختلافات، انا كأب لا انا عايز كذا، انا كأم الناس تبدأ تتخانق على هنسمي ايه. ويبقى لو انا معايا الشريك ده احنا متوافقين مع بعض وكويسين مع بعض، هنقدر نوصل لحل وسط، حاجه ترضي جميع الاطراف. أكيد. عملنا البلان دي في النص اي حاجه لاحظناها يا اما نقرا يا اما نرجع لحد متخصص، يعني ممكن نسأل اهل الخبره طبعا واهالينا والكلام ده، بس بلاش اعتمد على جانب واحد. صح كده، انتي نورتيني النهارده، ميرسي جدا يا سالك، بشكرك على مبسوطه جدا المعلومات. معاكي، ميرسي. شكرا يا حبيبتي.